هذا ويعد القطاع الزراعي في مملكة البحرين من أهم القطاعات التي تسعى إلى المساهمة في تحقيق أمن غذائي نسبيا لسكان المملكة، وذلك من خلال العمل على استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة لرفع كمية الإنتاج على مدار العام. نعم، فخلال شهر رمضان كان المنتج المحلي حاضرا وبقوة في السوق المحلية، خصوصا وأن المزارع البحريني يحرص على توفير المحاصيل الزراعية على مدار العام. تقنيات حديثة ومتقدمة اعتمدها المزارع البحريني وقام بإدخالها في مختلف المشاريع الزراعية في البحرين، استطاع من خلالها رفع إنتاج المحاصيل الزراعية المحلية كما ونوعا. الحمد لله في البحرين احنا قادرين نجتهد في الزراعة المائية والزراعة التقليدية وتحقيق الإنتاج من الخضروات والفواكه الموسمية ونوفرها في السوق، والإنتاج عالي من جميع المنتجات المتوفرة في السوق المحلي. محاصيل زراعية محلية متوافرة على مدار العام يقوم عليها المزارع البحريني من خلال العمل على مواكبة أحدث التقنيات والنظم الحديثة في المجال الزراعي بهدف رفع كفاءة الموارد الزراعية وزيادة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي النسبي في مملكة البحرين. طول السنة احنا نوفر المنتجات، بس حلو لين أعلى وقت للحصاد يصادف نفس وقت بداية رمضان وشهر رمضان بالكامل، فهذه شيء الحمد لله هالسنة احنا نقدر نفتخر ان اكثر منتجات اللي على الطاولة بتكون منتجات محلية. القطاع الزراعي في البحرين حقق الكثير من الإنجازات بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه مملكة البحرين للمزارعين، ما ساهم في رفع مستوى العديد من المزارعين من خلال تبنيهم للأساليب الحديثة والذكية في تحسين الإنتاج ليساهموا في تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي للمملكة. جهود متواصلة وعمل دؤوب في تحقيق الأمن الغذائي النسبي وتوفير المحاصيل الزراعية المتنوعة لمملكة البحرين يقوم عليها المزارع البحريني، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة لرفع الإنتاج على مدار العام ومضاعفته في هذه الأيام المباركة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.